السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وأفكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة. هدفي من القناة ووظيفتي في القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية، أخلصكم من أي طاقات سلبية داخلة بتشعروا بيها وبتأثر على مجالكم الطاقي. النهاردة موضوع الحلقة موضوع مهم جدا 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 والطلب مني كتير الحقيقة. هنتكلم عن العلامات السرية جدا 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 اللي تثبت لك وتأكد لك ان الشخص اللي بتفكر فيه بيفكر فيك وبتخاطر معك. الحقيقة في علامات كتير جدا، علامات نفسية وعلامات روحية وعلامات جسدية وعلامات كونية وعلامات طاقية، في علامات كتير جدا جدا جدا. في الحلقة النهاردة ان شاء الله هتكلم معاكم عن اهم وادق العلامات السرية. العلامة الاولى وهي علامة اختطاف القلب. يعني ايه اختطاف القلب؟ يعني بمجرد ما الشخص يطرق على تفكيرك وهو اصلا مش بيغادر تفكيرك، تحس بشعور سعادة غريب، شعور حب وانسجام وكأنك طاير من السعادة. بمعنى أصح شعور حلو جدا ما تقدرش توصفه، بتتمنى تفضل حاسس هذا الشعور على طول لفترة طويلة من الزمن. وهذا الشعور بيكون مقترن بمشاعر اشتياق كبيرة جدا جدا، وبيكون مقترن كمان بالتفكير المستمر. يبقى الشعور ده بيبقى مقترن بحاجتين، بان الشخص مش بيغادر تفكيرك على طول في تفكيرك، وان انت بيجي لك نوبة من الاشتياق كبيرة جدا لهذا الشخص مع الشعور بالحب والسعادة الغامرة. دي اول علامة سرية. طول ما انت حاسس ان قلبك مخطوف كده وعلى طول فرحان وانت فاكر الشخص، على طول سعيد، على طول حاسس ان انت بتحب الشخص، تأكد ان الشخص الاخر بيفكر فيك. دي اول علامة تدل على ان في انجذاب شديد حصل وبيشدكم لبعض، بيسحبكم سحب غصب عنكم لبعض. ما بتقدرش تمنع نفسك من هذا الشعور ومن هذا الإحساس ومن هذا التفكير ومن هذه المشاعر المرهفة، ما بتقدرش. لو حسيتوا بهذا الشعور تأكدوا أن الشخص اللي بتفكروا فيه بيفكر فيكم وبيتخاطر معاكم وبيحبكم، وحصل ما بينكم وتولد اتصال روحي قوي جدا جدا. وعموما بنسبة 99% بيكون حصل اتصال ما بين الاتنين وحب متبادل ما بين الطرفين. دي اول علامة تأكد لك. طول ما انت حاسس ان انت كده مخطوف على طول وشعور بالحب وبالفرح اول ما الشخص بيجي في تفكيرك، تأكد 1000000% ان الشخص بيفكر فيك. ده علامة طاقية قوية جدا جدا جدا. العلامة اللي بعد كده علامة غريبة شوية بس ركزوا معي. العلامة دي هي انك طول ما انت بتدور وبتبحث عن سبب هذا التفكير، طول ما انت بتدخل على وسائل التواصل الاجتماعي وتبحث عن الشخص اللي بفكر فيه بيفكر فيه، تبحث عن تمارين تخاطر، تقوم بتمارين تخاطر، تفضل ماسك التليفون ليل ونهار تكتب ازاي اعرف ان الشخص بيحبني، تكتب البحث مثلا عن تمارين التخاطر، اقوى تمارين تخاطر، تفضل تسمع فيديوهات كتير عن الحاجات ديت، ورغبة شديدة، رغبة شديدة جدا ان انت تعمل تمارين تخاطر او تسمع تمارين تخاطر او تبحث عن تمارين تخاطر او تبحث عن الاسباب اللي بتخلي او اللي تعرف منها ان الشخص بيحبك ولا لا. تأكد ان الشخص الاخر بيفكر فيك، وخصوصا تتأكد انت كمان لو الفترة دي جات عليك فترة اللي انت خلاص انت كنت مدمن تمارين تخاطر وعلى طول بتبحث عن تمارين التخاطر وعلى طول بتبحث عن انترنت على حاجات زي كده، وفجأة خلاص هديت ومعدتش بتبحث ومعدتش بتبحثي والأمر وحسيت ان الأمر خلاص ونسيت الشخص، وفجأة يرتد عليك هجمات طاقية قوية جدا وشعور ورغبة وإلحاح انك ترجع تسمع تاني تمارين التخاطر وتقوم تاني بتمارين التخاطر. هنا تأكد، تأكد 1000000% ان الشخص بيفكر فيك. والرغبة ان انت تسمع تمارين التخاطر او تقوم بتمارين التخاطر او تسمع فيديوهات عن معرفة الاسباب او العلامات ان الشخص بيحبك ولا لا، تأكد
ان الشعور ده جاي لك من الطرف الاخر، شعور قوي جدا جدا بيخليك عايز تتأكد، عايز تبحث، عايز تعمل اي شيء. العلامة دي غريبة شوية، لكن العلامة دي لو بتحصل معاك تأكد 1000000% ان الشخص الاخر بيفكر فيك وبتخاطر معك. العلامة اللي بعد كده، وهي الحقيقة بتتضمن 3 نقاط، وهي ابتسامة اللاوعي، بكاء اللاوعي، عصبية اللاوعي. طب يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجة ابتسامة اللاوعي، ان انت او انت مرة واحدة كده تلاقي في ابتسامة اترسمت على وجهك ما انتش عارفة سببها ايه، مع مشاعر اشتياق جميلة جدا جدا بتحس بيها تجاه هذا الشخص. هنا تأكد ان الشخص بيفكر فيكي. وش العلامة اللي بعد كده؟ وهي بكاء اللاوعي، هتلاقي نفسك دخلتي ودخلت في نوبة من البكاء شديدة جدا جدا مقترنة بمشاعر التفكير. قلنا مشاعر التفكير مقترنة معانا، الزقوها على طول في اي علامة. مشاعر التفكير مقترنة مع جميع العلامات، سواء طاقية، قوانية، جسدية، نفسية. علامة التفكير دي اقرنوها مع جميع العلامات. البكاء ده مش عارفة سببه ايه، موجة من البكاء شديدة جدا جدا جدا. هنا تأكدي برضو ان الشخص بيفكر فيك وبتخاطر معك. عصبية اللاوعي بعد كده، وهي ان يجيلك نوبة من العصبية ما انتش عارف سببها ايه. برضو هتلاقي اقل شيء يعصبك، اقل شيء يوترك، على طول متعصب على الاشخاص المحيطين بيك، مش مهتم بيهم، مش شايف غير الشخص، ولا بتهتم غير بالشخص اللي شاغل تفكيرك، ولا بتهتم بأعمالك، ولا بتهتم بمذاكرتك، ولا بتهتم أصلا بالأشخاص المحيطين بك سواء قريبين أو مش قريبين، ولا بتهتم بمواعيده. نادرا لو افتكرت اللي عليك تجاه الأشخاص. ليه كل ده؟ ليه؟ لأن كل كيانك وكل تفكيرك وكل كينونتك بتبقى كل اهتمامك بيبقى منصب على الشخص اللي بتفكر فيه. فعلى طول هنا هتلاقي شعور العصبية ملازمك على طول. دي علامة طاقية قوية جدا، وهي مشاعر اللاوعي اللي بتحس بيها، اللي قلت بكاء اللاوعي، ابتسامة اللاوعي، عصبية اللاوعي. هذه المشاعر بتجيلنا غصب عننا ومش عارفين سببها ايه، احنا ما كناش كده الصراحة. فجأة لقينا نفسنا بنبكي من غير ما نعرف، بنبتسم من غير ما نعرف، بنتعصب ونتضايق على الاشخاص برضو من غير ما نعرف، بدون وعي. دي علامة قوية جدا جدا تؤكد لك ان في مشاعر دخيلة الى مجالك الطاقي، وفي شخص بيفكر فيك وهو الشخص اللي شاغل تفكيرك. العلامة اللي بعد كده، مش هقولك الأحلام، لا هقولك أحلام اليقظة. عايزين نعرف يعني ايه أحلام اليقظة، وبنشوف ايه في هذه الأحلام. يعني بتبقى بين الصحيان والنوم، لا انت نايم ولا انت صاحي، بتفضل من كتر ما الشخص شاغل تفكيرك تفضل تتخيل في هذا الشخص، وتشوف الشخص وكأنه معاك وكأنك قاعد بتكلمه. اسمه حلم طاقي جميل، بيبقى بين الصحيان والنوم، كأنك شفت الشخص وكلمته وسلمت عليه وقعدت معاه وقلت له كل اللي في نفسك، او هو قال لك كل اللي في نفسه. ده ما اسموش حلم، اسمه احلام يقظة، بتبقى في الفترة ما بين انك صاحي وما بين انك داخل في عملية النوم، لكن بتبقى شايف وحاسس وفرحان جدا جدا، وبتحس كده ان في حاجة جت زي ما تكون فوقتك كده، وانت فاكر كل حاجة وعارف كل حاجة، لكن ما بتبقاش نايم، بتبقى في الفترة ما بين الاتنين كده. دي علامة برضو طاقية قوية جدا جدا، بتدل ان الشخص بيفكر فيك وبتخاطر معك. العلامة الطاقية اللي بعد كده، وهي علامة في منتهى القوة، علامة لو بتشوفوها تأكدوا ان الشخص الاخر بيفكر فيك بطريقة كبيرة جدا جدا جدا، وهي انك هتقابل الشخص ده كتير جدا جدا في الواقع المادي. لو انتم في نفس المنطقة او في نفس المكان، هتلاقي الشخص قدامك على طول، بيعدي على طول قدامك من نفس الشارع، موجود في نفس المكان اللي انت متواجد فيه. لو مش موجود معاك في نفس المنطقة اللي انت موجود فيها في الواقع المادي، هتشوف اسمه كتير، هتشوف اشخاص يشبهوه، هتشوف اشخاص نفس وظيفته، نفس شكله، نفس رقم موبايله، نفس عربيته، نفس اتجاهاته. يعني هتشوف حاجات
كتيرة جدا جدا مرتبطة بالشخص اللي انت بتفكر فيه في هذه الفترة خصيصا. وقلت قبل كده اي علامة اقرنها بالتفكير على طول، هذه العلامة برضو مقترنة بالتفكير، كل العلامات مقترنة بالتفكير المستمر. فانت لو بتشوف هذه العلامة بتشوف على طول اشخاص شبهه، اسماء شبه اسمه، وظائف شبه وظيفته في هذه الفترة، بتشوفه على طول بيعدي من قدامك على طول، حتى على النت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي برضو الكلام ده. تأكد ان الشخص بيفكر فيك وبيتخاطر معك. العلامة الطاقية اللي بعد كده ان هي ان انت تبقى عندك رغبة ان انت تسمع اغاني رومانسية كتير جدا، وتبقى قاعد كده هادي وبتفكر في الشخص، وفي اغنية محددة بتبقى مسيطرة عليك، او فيلم معين بيبقى مسيطر عليك في هذه الفترة، بتحب تسمعه، بتحب تسمع هذه الاغنية، بتحب تسمع هذا الفيلم بيفكرك بالشخص. لو العلامة دي بتحصل معاك تأكد ان الشخص بيفكر فيك وبيتخاطر معك، دي علامة برضو، علامة قوية جدا جدا جدا. العلامة الطاقية اللي بعد كده وهي الشعور بالتعب والارهاق الجسدي بدون سبب واضح، بيجيلك صداع مستمر ما انتش عارف ايه سبب هذا الصداع، يعني فجأة كده تلاقي فيه صداع هيفرتك دماغك ما انتش عارف سببه ايه، بدون سبب. هيجيلك ارق في النوم ما انتش بتروح في النوم بسهولة، تكرار ارقام معينة قدامك، تلاقي في ارقام معينة زي 4 وحايد، 5 وحايد، 9 تسعات، 3 تلاتات، ارقام مقررة قدامك كتير جدا في هذه الفترة. برضو هنا هذه العلامة بتدل انه في شخص بيفكر فيك وتخاطر معك، وهو الشخص اللي شاغل تفكيرك في هذه اللحظة. لو حد بيحصل معاه هذه العلامات او علامات تانية ياريت يكتب لي في التعليقات، لان انا بشوف علامات غريبة جدا جدا جدا. اي شخص بيحصل معاه علامات جديدة غير اللي قلتها، لان في علامات كتير جدا، في علامات لا منتهية. اللي بيحصل معاه هذه العلامات ياريت يكتب لي في التعليقات. اي حد عنده استفسار هسيب لكم رابط جروب الوصف في صندوق الوصف، واي حد عنده استفسار